السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سوف أقدم لكم برنامج الفصل الأول للسنة الثالثة للغة العربية ومادة الرياضيات. نبدأ على بركة الله بمادة اللغة العربية. المقطع الأول اللي هو اسم المحور القيم الإنسانية في النص المنطوقي قرأوا حول مائدة الطعام. 2 ملاكي. 3 الديك المغرور. فيما يخص القراءة رقم 1 الأخوان، رقم 2 الوعد، رقم 3 النملة والفراشة. الأساليب والصيغ. أولا ألفاظ التقدير مثل جزء، كل، جميع، نصف، ربع، بعض. 2 الاستدراك لكن. 3 حروف الربط مثل و، ثم، أو، لم. وفيما يخص تراكيب النحوية، أولا الاسم، 2 الفعل، 3 حرف وحروف العطف. أما الصرف حنقرأ فيه مذكر والمؤنث. أما بالنسبة للإملاء من علامات الوقف و2 تاء المربوطة في الاسم المفرد عفوا. وفيما يخص التعبير، التعبير الأول اللي يديره هو ترتيب أحداث فقرة، وأكيد بين مقطع الأول والمقطع الثاني يديروا لهم مراجعة حول المقطع الأول. المقطع الثاني اسم المحور الحياة الاجتماعية. النصوص المنطوقة هي كبش العيد، عرس الجارة، عند بائع الحلويات. أما بالنسبة للقراءة عندنا العيد، ختان زهير، التاجر، والشهر الفضيل. أما بالنسبة للأساليب والصيغ، المؤشرات الزمنية بعدما، لما، وعندما. 2 ظروف الدالة على مكان، يعني ظرف مكان، بجانب، وراء، أمام، على، يمين، يسار، بجوار، هنا، هناك، قرب، وتحت. الدرس الثالث هو الأسماء الموصولة التي، الذي، والذين. الدرس الرابع حروف الاستقبال، حرف السين، وسوف. ثم تأتي التراكيب النحوية، المفرد وجمع المذكر السالم. 2 المفرد وجمع المؤنث السالم. درس رقم 3 المفرد وجمع التكسير. بالنسبة للإملاء عندنا التاء المفتوحة في الأسماء. الصرف عندنا الجملة المنفية، و2 اسم الفاعل. أما بالنسبة للتعبير وهي ترتيب الأحداث، نفس الشيء كما درناه في الجزء الأول أو المقطع الأول، ونفس الشيء تتكرر بين المقطع الثاني والمقطع الثالث، نفس الشيء نديره مراجعة وتقدر تدخل فيها شوية تمارينات من المقطع الأول، يعني المقطع الأول والثاني. المقطع الثالث المحور هو الهوية الوطنية. النصوص المنطوقة أحب وطني، عمر الصغير، العالم. بالنسبة للقراءة عندنا خدمة الأرض، عمر الصغير، من أجلك يا جزائر. الأساليب والصيغ، الاستثناء، إلا، سوى، غير. 2 التعليل، لأن، لي. 3 ظرف الزمان، غدا، صباحا، مساء، في يوم من الأيام، في أحد الأيام، في يوم. 4 اقرأوا الاتجاهات الجغرافية، شرق، شمال، غرب، وجنوب. أما بالنسبة للتراكيب النحوية وهي فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. أما بالنسبة للصرف عندنا اسم مفعول، والإملاء عندنا التنوين بالفتحتين، بالضمتين، والكسرتين. والتعبير وضع علامات الوقف والربط في فقرة. وهنا خلاص كامل الدروس تاع اللغة العربية تاع الفصل الأول، ويدخلوا التقويمات والاختبارات. الآن مروا إلى دروس الرياضيات. الدروس المقررة في مادة الرياضيات هي الأعداد من 0 إلى 99، الجمع والطرح رقم 1، مقارنة الأطوال، التنقل على المرصوفة، الأعداد من 0 إلى 999 رقم 1، الجمع والطرح رقم 2، التجميع بالعشرات والمئات رقم 1، الجمع والطرح رقم 3، نقل شكل على مرصوفة. وهنا أجند معارفي، هنا جينيرالمون يعطوهم لهم، يديروهم واجبات منزلية في البيت، يديروهم وحدهم. عندنا الأعداد من 0 إلى 999 رقم 2، عندنا التمثيلات بيانية ومخططات، عندنا مقارنة الساعات،
عندنا كذلك الجمع بالاحتفاظ، الأعداد من 0 إلى 999 رقم 3، أن العدد 1000. عندنا وجندوا معارفي، يعني يديروهم كما قلت لكم المرة اللي فاتت ولا قبل قليل، يديروهم تمارينات في البيت وحدهم الأطفال. عندنا منهجية حل مشكلات، عندنا قياس الأطوال، عندنا علاقات حسابية بين الأعداد رقم 1، عندنا منتصف قطعة مستقيمة، عندنا مشكلات جمعية وطرحية، عندنا مقارنة الكتل، ثم يليها الزوايا القائمة، قياس الكتل، الأعداد من 0 إلى 9999 رقم 1، ثم عندنا مستقيمات متوازية ومتعامدة، وأخيرا الدرس الأخير ألا وهو الأعداد من 0 إلى 9999 رقم 2. بعد هذا الدرس، هذا هي الأخير لكم تشوفوا فيه هنا، يعني نشير عليه بأسبوعي، من وراه يبدأ تقويمات الفصل الأول وتبدأ المراجعة للاختبارات. وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة وحظ موفق للجميع، وإن شاء الله راح نمشي معكم في الدروس ونديروها في رحبة كامل كيف كيف، خطوة بخطوة، ونفهم لكم كيفاش تقريو ولادكم في البيت إن شاء الله. مع السلامة.